انطلاقا من حرصها على ترسيخ مفهوم الاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة، أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن الباز عودة أو جائزة الباز للتميز في الاستدامة، وبدورتها السابعة موضحة أن تقديم طلبات الترشح للجائزة لا يزال مستمرا حتى 30 من ديسمبر المقبل. صحيح مهران، الجائزة التي تحمل اسم البروفيسور فاروق الباز تكريما لما قدمه من مساهمات قيمة للإنسانية في مجال الطاقات المتجددة، تعبر عن رؤية جامعة حمدان بن محمد الذكية في تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز المؤسسي، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة إلى 2030، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030. طبعا للمزيد حول جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية ينضم إلينا في الاستديو البروفيسور أحمد عنقيط، عميد البحث العلمي ودراسات الدكتوراه في جامعة حمدان بن محمد الذكية. نرحب فيك بروفيسور أحمد وصباح الخير. أسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا، وسعيد بتواجدي في برنامج هذا الصباح. نحن أسعد طبعا. طبعا جامعة حمدان بن محمد الذكية تتماهى في خططها التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولماذا جامعة حمدان والتميز والجودة؟ الجامعة تطرح ثلاث برامج للجودة. أولا بكالوريوس إدارة الأعمال والجودة، ثانيا ماجستير علوم في التميز المؤسسي، ودكتوراه في إدارة الجودة. وكوننا بيت خبرة جاء طرح جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية. وهذه الجائزة تخص المؤسسات وليس الأفراد. طبعا الجائزة سميت على العالم الجليل فاروق الباز الذي عمل في نازا في استكشاف القمر، رحلة أبولو في نهاية الستينات وبداية السبعينات، ثم انتقل إلى جامعة بوسطن حيث عمل مديرا لمركز الاستشعار عن بعد. ومن خلال هذا المنصب قدم خدمات جليلة للبيئة، لذلك جاء تسمية هذه الجائزة. الجائزة تشجع أولا على الاستدامة كل المؤسسات التي تقدم طلبا للحصول عليها، وتشجع على تكريس الاستدامة في أداء هذه المؤسسات. يتم تقديم طلبات لهذه الجائزة للجامعة، وهناك لجنة لتقييم الطلبات، ثم هناك محكمون دوليون الذين يقيمون هذه الجائزة. جميل. دكتور أحمد، يعني كيف تساهم بشكل عام جامعة حمدان بن محمد الذكية بتعزيز مفهوم ربما الاستدامة المؤسسية والتميز، يعني بمثل تقديم هذه الجوائز وغيرها للانسجام مع كما ذكرت الاستراتيجية الوطنية للدولة واستراتيجية دبي كذلك المتكاملة للطاقة؟ أوكي، جامعة حمدان من خلال جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية منذ تأسيسها سنة 2012 ساهمت بإعادة تشكيل مفهوم الاستدامة بشكل مهم، وذلك من خلال تعزيز الوعي بالاستدامة، لأن المؤسسات التي تقدم لنيل هذه الجائزة تساهم في الوعي بهذه الاستدامة. ثانيا تشجيع المنافسة الإيجابية بين المؤسسات في رفع الوعي بالاستدامة. ثالثا تقديم نماذج ناجحة من مؤسسات الدولة والمنطقة العربية في الاستدامة والتميز في الاستدامة. طبعا هناك تقييم شامل لأداء هذه المؤسسات من خلال الحوكمة، من خلال تكريس الاستدامة ورعاية المجتمع، كذا خدمة المجتمع مهمة جدا. فهذه الجائزة تميز الاستدامة من خلال تكريسها في أداء المؤسسات
العاملة في المنطقة العربية. جميل. بروفيسور، يعني من خلال كلامك تحدثت عن عملية التقييم لهذه المساهمات، وهي عملية دقيقة كما ذكرت، ولكن تتضمن يمكن عدة مراحل، حابين نعرف ما هي المراحل. أولا يجب أن تتميز المؤسسة في دمج الاستدامة دمجا تكامليا في جميع أعمالها. ثانيا التميز في رعاية البيئة. ثالثا التميز في تأدية المسؤولية الاجتماعية. ثالثا التميز في الأداء الاقتصادي، لأن المؤسسة يجب أن تكون ناجحة اقتصاديا وتدمج الاستدامة في أعمالها. رابعا التميز في مراعاة الاستدامة في الحوكمة المؤسسية. ثالثا الاستثمار في البرامج المجتمعية المبتكرة والتي تخدم المجتمع وتخدم التنمية الاقتصادية للمجتمعات. ثالثا يجب أن تكون لها إنجازات متميزة، وهذه معايير التقييم هي التي تميز المؤسسات التي تتقدم لطلب الحصول على جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية. بروفيسور، أنت ذكرت كذلك دور ربما لجنة التحكيم الدولية الهام في هذه الجائزة، ما هو دورها؟ كيف تساهم في تقييم المساهمات من أجل المؤسسات والشركات؟ وكذلك ما المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند التقييم؟ هو أنا ذكرت المعايير، ولكن هناك تقييم على مرحلتين. المرحلة الأولى هناك لجنة في الجامعة تقيم استيفاء متطلبات التميز في الاستدامة، وبعد ذلك يتم ترشيح هذه المؤسسات إلى لجنة التحكيم الدولية. تراعي الجانب الإداري، يعني المؤسسة يجب أن تكون مرخصة وناجحة في أعمالها في الدولة التي تعمل فيها. ثانيا يجب أن تكون لها استراتيجية في دمج الاستدامة في جميع لوائحها وفي جميع أعمالها. ثم العناية بالبيئة، يجب أن تكون هذه المؤسسة لها تميز في العناية بالبيئة. ثم يجب أن تؤدي المسؤولية الاجتماعية. كذلك يجب أن يكون لها أداء اقتصادي متميز. إذا كانت تراعي المجتمع والبيئة يجب أن تكون لها نجاح وأداء اقتصادي متميز. بروفيسور، هل أغلق باب الترشح أم ما زال متاح؟ لا زال باب الترشح متاح. طبعا تتقدم عدة مؤسسات ويتم ترشيح الأكثر تميزا منها. نحن سنعلن عن الفائز للمتقدمين الحاليين. لدينا تم تحكيم الجائزة لطلبات التي تقدم بها، وإن شاء الله عما قريب سنعلن عن الناجح في الحصول الحاصل على جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية. وباب الترشيح لا زال مفتوحا إلى نهاية شهر ديسمبر إن شاء الله، ويتم الإعلان بعد فترة ربما عن الفائز. طبعا فترة شهور ربما، صح؟ نعم، التقييم يأخذ عدة شهور. نعم، لأنه يمر في مراحل كما ذكرت دقيقة. نعم. طيب خلينا نتحدث شوي عن المساهمات السابقة أو الفائزين بالدورات السابقة. ما هي المؤسسات التي فازت طبعاً، وكيف أثرت مساهماتها ربما في مجال الاستدامة؟ طبعا سأذكر بعض المؤسسات في السنوات الأخيرة. عندي حصلت شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك على جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية، وذلك بفضل جهودها في دعم الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك فازت بالجائزة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة أو الاتحاد إسكو اسمها، والتي تميزت في مجال الاستثمار الأمثل للطاقات المتجددة. وكذلك فازت شركة ماجد الفوطيم التي أنجزت 97% من أهدافها للاستدامة وراعت معايير دولية. جميل. طبعا هذه المؤسسات عندما تتنافس تتميز في مراعاة الاستدامة وفي رفع الوعي بالاستدامة في الدولة وفي المنطقة. جميل. بروفيسور، تحدثنا عن المؤسسات، ماذا عن لجنة التحكيم؟ هل هناك معايير خاصة لهذه اللجنة؟ نعم، هناك معايير تقييم التي سبق وذكرتها.
يعني يجب للمؤسسة أن تكون ناجحة اقتصاديا، تقدم خدمة للمجتمع وتراعي البيئة، فهذه الثلاث شروط هي التي تستلزم التقدم إلى الحصول على جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية. هذه الدورة السابعة، ما الذي اختلف بهذه الدورة عن الدورات السابقة؟ طبعا نحن نعيش عام متميز وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أبارك لجميع المشاهدين هذا العام. نعم. ولذلك هذه السنة لها مغزى خاص لدينا في الجامعة، لذلك من سيفوز بالجائزة سيكون إن شاء الله متميزا في جميع أدائه، والفائز سيكون كذلك سيتم الإعلان عنهم إن شاء الله في مناسبة قريبة في جامعة حمدان. نتمنى لكل المؤسسات المشاركة كل التوفيق، وكما ذكرت هذا العام له طابع خاص، فجهودكم أكيد الحثيثة في جامعة حمدان بن محمد ذكية مشكورة، لأنه تم إعلان هذا العام عام الاستدامة، يعني تتماشى مع توجهات الدولة التي تلتزم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المنصوص عليها في الأمم المتحدة طبعا. وكذلك بعد أيام قليلة تستضيف دولة الإمارات مؤتمر كوب 28، أكبر حدث دولي يعنى بالاستدامة والعمل المناخي، فمشكورة هذه الجهود الحثيثة المتماشية مع يعني المتماشية مع التزام الدولة ومع توجهات العالم كذلك. طبعا لو سمحتي، الجامعة قامت بعدة مبادرات في عام الاستدامة. نعم. وليست فقط الجائزة، ولكن الجائزة هي كما يقال هي ذرة التاج. نعم. لأنها جائزة تم تأسيسها منذ سنة 2012. أما الاستدامة في جامعة حمدان فهي يتم تكريسها في أعمالنا اليومية. نحن نعرف أن هي رؤيتكم. نعم. هي موجودة في الرؤية. جامعة لما نتكلم عن التعلم الذكي، يعني تعلم ذكي لخدمة الاستدامة. نعم. لخدمة الارتقاء بالجودة مع الحفاظ على الاستدامة في كل أعمالنا. نعلم أن هذه جزء من رؤيتكم، لكن حابين كنا نسلط الضوء على تتويج يعني هذه الرؤية بجائزة باز للتميز المؤسسي في الاستدامة المؤسسية. إذن نشكر وجودك معنا البروفيسور أحمد عنقيط، عميد البحث العلمي ودراسات الدكتوراه في جامعة حمدان بن محمد الذكية. شكرا جزيلا لكم وشكرا لجهودكم. شكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، وأسعد الله صباحكم.